كلام موزون. اخبارك ايه يا فتحي؟ جرى ايه يا حاج؟ احنا هناكل يا اخويا ولا هنتكلم؟ بقول لك فتحي راجع حفتان. ليه؟ ما بتتغذاش ولا ايه؟ يا حاج الاكل اللي بياكله في الشغل ده اكل هفق هفق في الشغل. شغل ايه؟ ممكن بيروح يتغدى غدوة حلوة في حتة تانية. حتة تانية؟ حتة تانية فين يا حاج؟ حتت كتير. في ناس بتروح تتغدى عند الحاتي، او في لوكاندا من لوكاندات الهاف لايف دي، او بيروحوا ياكلوا عند حد من اصحابهم. لا يا حاج، انا ببعت اجيب الاكل واكله في الشغل. في الشغل يا حاج. يا ابني يا حبيبي، قلت لك الف مره لما يجي وقت الغدا تعالى اتغدى هنا في البيت. ده ابوك من ساعه ما اتجوزني عمره ما اتغدى بره البيت. ايوه، عشان ده بيت ابوه. انما بقى هو بكره يبقى له البيت بتاعه اللي فيه مراته، ساعتها تعملوا الطبيخ بايديها وتاكله ببقه، او تملاله العمود وتبعتله على الشغل. مش كده ولا ايه يا فتحي؟ بمناسبه الشغل بقى، انت عامل فيه ايه؟ الحمد لله ابتدى يتصلح. يعني ايه ابتدى يتصلح؟ مالك بتقوله انت مرخرخ كده؟ وبعدها لك يا ابراهيم، الله، ما تسيب الواد يا اخويا ياكل. الله، مش عايز اتكلم مع ابني، عايز اطمن عليه. اطمن عليه يا اخويا بعد ما ياكل ويتعشى، وارغي معاه زي ما انت عايز. انا عايز اتكلم معاه دلوقتي. اطلع انت بقى. خلاص يا حاج طلعت. على العموم يا حاج، السرقه اللي حصلت دي والكام مورد اللي بيطالبوا بفلوسهم تعبوني شويه. على العموم يا هلا، لو كان يلزمك فلوس انا موجود. لا الحمد لله، انا بعرف اتصرف. تعرف تتصرف يعني ايه؟ تاخد من امك وما تاخدش من ابوك؟ لا يا حاج، انا فلوس المحل ما اخدتهاش من امي، انا اخدتها من البنك. ما بتكلمش على فلوس المحل، انا عارف ان انت خدت كارد من البنك. انا بتكلم على الفلوس التانية اللي بتسرسبها وبتسحبها من امك. يا حاج يعني هي فلوس امه دي جايبها منين؟ ما هو كله من خيرك يا اخويا، ربنا يخليك لينا.